شيخ عفى الله عنك، ما حكم رواية أحاديث الصفات بالمعنى؟ إيش؟ رواية أحاديث الصفات بالمعنى. نعم، رواية أحاديث الصفات بالمعنى أخشى أن يكون الراوي من أهل التعطيل فيروي الحديث بالمعنى الذي هو يعتقد، مثل أن يتحدث عن نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا والحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فيكون هذا الراوي بالمعنى يعتقد أن معنى الحديث ينزل ملك من ملائكة الله فيقول كذا، ثم يروي هذا الحديث على ما يعتقد هو من المعنى، فيحصل بهذا خلل كبير. فرواية الحديث بالمعنى من أهل البدع لا تكون بالنسبة لأحاديث الصفات، لأنهم ربما يرونها على ما يعتقدون من البدع فيحرفون الكلمة عن مواضعه لفظا ومعنى. نعم.